45 سنة. والدي كان عازف كارينيت، هو اللي جابنا محمد علي وتعلمت الصنعة منك. فاستمريت دخلت فيها صبي لغاية ما واحدة واحدة السن بيكبر، الحمد لله بقيت صناعي دلوقتي وشغال الحمد لله. كنت جاي عندي سني 10 سنين ولسه صبي، ان انا اتعلم اركب المفتاح واتعلم اركب الوتر، وسنة سنة سنة لغاية ما هنا بيت العود احمد عبد الحليم اتعلمت، هو الراجل اللي علمني يعني. انا بكون منها عيش يعني، مفيش حاجه بديل الصنع. وطبعا لما جيت هنا عند الحاج احمد من حوالي 30 سنه هو اللي قال لي مثلا اشتغل وتعلم وحب الصنع عشان ما تزهقش منه بس. واحنا هنا لينا اسم كبير، احمد عبد الحليم بيت العود، لان في ناس كتير بتبدا بتفتح بتبوظ العود، فاللي بيجي الزبون بيجي على شهره صاحب المحل اللي هو مشهور في صناعته، مشهور في يعني في تصنيع العود، وبالتالي يعني هو ما بيعلم حد فبيطلع ايده هو، فبالتالي ليه شهره كبيره بيت العود احمد عبد الحليم. فاللي بيجي بيقصد حد بيقصد محل معين يعني، عود معين، عود احمد عبد الحليم عود مظبوط وزي الفل، عود فلاني فلاني برضه مظبوط وزي الفل. يعني ما في ناس كتير دخلت في الصنعه وبدات بس ما لهاش عواد كويسه يعني، هي عايزه تبيعه بس. العود ده آلة شرقية، أما الجيتار أو الكمانجا أو الأورجا والحاجات دي، كل دي حاجات غربية، إنما الآلة الشرقية هي التراث بتاع زمان اللي تعودي يعني. السيدة أم كلثوم كانت بتعزف، تلاقي وراها عود، الأبنودي، حلمي بكر، الشرنوبي، الناس اللي هي بتعزف كويس، فريد الأطرش ده ملك العود ده الله يرحمه كان كويس برضه، والناس حبت العود من أثناء فرجتهم على فريد الأطرش العزف للعود، لأن ممكن الأورج بيريح، الأورج النهارده نزل فيه قانون، فيه عود، فيه كمانجا، بس لا استغناء على العود، العود اللي هو اليد الأساسي اللي هو الشرقي الطراز القديم بتاع زمان. العود ده بيشترك فيه حوالي 30-40 نفر، اللي بيعمل مثلا الرقبة، اللي بيعمل القصعة، اللي بيعمل الوش، اللي بيعمل المفتاح، اللي بيعمل الفرصة، ليه مجال، ليها ناس كتير يعني بتاكل عيش. القصعة دي بتيجي خشب كتل بتشق على 3 مللي، بتلف على النار، بيتجمع على قالب، بيدينا البومبي ده، وبعد كده بيتفك بعد ما يتكوي طبعا، مش بيدينا البومبي ده، بعد كده بيتفك، بعد كده بتتصنفر دي وتتقشط وتيجي هنا في مرحلة التقفيل. الوش ده بيجي كذا قطعة، وفي وش بيجي قطعتين، بيتطابق برضو جنب بعضه لغاية ما يدينا المساحة دي، وبيتمسح وبيتصنفر وبيتجهز ان هو يجي على التقفيل برضو. الرقبة بقى بتيجي رقبة اللي هي طبعا بقية العود، وبيركب فيها المفاتيح، وهنا بتيجي مثلا فرصة وبتركب الأوتار، وبنجهز العود ان العازف اللي يجي يعني يعزف على العود تظبطوله، سواء بيتعلم او بيعزف يبقى العود مظبوط على الصوت على طول ان هو يعزف. يعني زمن الفن الجميل، والناس لو بتسمع صح يبقى يسمعوا زمن الفن الجميل، زمن الفن الجميل.